الوجه الثاني من الدنيا عالم ثاني ومضمون. شكم ظالم بيبا يا روحي وشكم واحد بي مظلوم. غابة ومنظر هيدمر واحد ياكل بالثاني. صعب المشهد من يتكرر ناس تعيش وناس تعاني. غابة ومنظر هيدمر واحد ياكل بالثاني. صعب المشهد من يتكرر ناس تعيش وناس تعاني. كلش مو حلوة الصورة سودة وما بيها الوان. كل صعبة تعيش وتمشي كل صعبة تصير إنسان. نتعارك على مود الدنيا وهي مو أكثر من يوم. غردنا وظلت تختانة صورناها راح تدوم. الوجه الثاني من الدنيا عالم ثاني ومضمون. هواي بهاي الدنيا وشفنا وياها انواع اشكال. بس الوجه الثاني البيها شوفنا اشياء ما تنقال. مشهد صعب من الثاني تحتار تباوع يا مشهد. صورة وصعبة تباوع بيها طاقي بيها اللون الاسود. ما يصح الوجه الثاني من الدنيا عالم ثاني ومضمون.
بس بس شبيها ترى فايش تباوع لك؟ اش ما دريني جوز ما عجب بيها. بالعافية حبيبي. شكرا قلبي. عفوا. نعيما قلبي. قلبي شكرا. تفضلي حبيبي. شو ما كنتي مختفية؟ موجودة. بيني عود مو تقطعين. شلون لا عاد لازم اجي. يا طبيبة قلبي. سكر تعي وراي للمكتب. ولا حرف. شنو هذا الفيلم اللي سويتي انتي ورحيم على حلاوة؟ عبالك شنو؟ ما راح اعرف. الله يخليك ابوس ايدك لا تقولي لها. والله مو قصدي. سودة علي مستحية خطية. لك انتي لو عندك ذرة مستحى ذرة ما كان سويتي اللي سويتي. البنية فاتحت لك بيتها وانتي رايحة لها بنية وسخة. راح تكذبين عليها تقولها رحيم طردني وما عندي مكان غيرك وين اروح؟ والله ما استحيتي على شكولك؟ شو اسوي؟ انا عبد مامور والله مو بيدي وكان غصبا ما علي وحلاوه طيبه وانا تندمت سويت هيجي بيها. قلتي لي حلاوه طيبه مو؟ بس المفروض اني صدقك غير. سمعي ليش؟ على الله على الله يا سكر اذا اسمع بيك بعد تحفرين جوا حلاوه لو تودين وتجيبين حكي ادفنك. دا تفهمين لو لا؟ عوفوا البنيه بحالها يكفي المشاكل اللي عندها ولما الوقت ناكتها نكت ما كان مشت بهذا الدرب التعبان اللي بيمثالك. بيدك حطين السم وموتيني اذا سمعتيني مسويه شي بحلاوه. والله متندمه. شو علي من قدامي؟ لك بابا امشي ما راح اسوي لك شيء بس امكت لك. لك تمشي ابطحى هنا. وين؟ هنا هنا يا معود هنا. بسم الله. قول مات. صلخه وقطعه ووزع الوجه الله على سلامة الصافي إلك. الحمد لله على السلامة بالصوف. يومك بعيد وعمرك طويل إن شاء الله. الله يسلمك رحومي. بس المعلاق ندز لمو أسمر لأن المريضة هم لك. شباب أنا من رخصتكم رايح للفندق. هذا شبي أول مرة أشوفه هيك ما عنده واهس. هذا يا واهس انت ايش تحكي؟ هذا الف حسبه براسه. هذا متخيل هسه ميت ودافني ما راح ينسى هاي اللحظه. هواي ناس يموتون بس صافي شاف الموت بعيونه وضاق منه شويه. صح الله كتب له عمر جديد بس يتمنى لو ميت وخلصان من هذا اللي صار. شو راح نسوي الجماعه مالك؟ كل شيء ما نقدر نسوي. ننتظر تعليمات من ناصر. رحيم يقول الولد عاش بالقدرة والحادث مأثر نفسياً على كل اللي يشتغلون وياه. حق لازم يخافوه. يعني كل إنسان يخاف على نفسه. وروحة راضي وأميرة البغداد راح نأجلها لأن الوضع غير مستقر.
إيه بس إن شاء الله ما يصير عندنا حالة وننحرج بسبب هذا النقص. شو راح نسوي عمي؟ نرد على هذا الولد زلمة الدحام مالك؟ لازم نوقفهم عند حدهم. أطيح حظه وحظ دحام الوقف بظهره. كنت متوقع راح يردون لأن رحيم قتل واحد من عتهم قبل كم يوم. بس إحنا ما راح نرد. إيه مو صار هواية عمي. خلي يزيدن. ولدنا سالم وهم من قتل من عتهم واحد. هدي هدي يا ابن أخوي هدي. وسلم لي على رحيم قل له خلي يدير بال على نفسه وعلى الشغل ويحافظ على ربعه. أمرك عمي اللي شوفه. خابر على رحيم وقل له خلي يشيل له مبلغ لهذا الولد اللي عرض نفسه للخطر. أولا حتى نطيب خاطره وبعدين حتى نشجع الشباب ونقلل من الضغط عليهم. تأمر عمي. يا ريت ما ننسى هذا الولد اللي انسجن ويا سند. مو هو اللي شال القضية؟ يعني أكيد هسه عائلته محتاجين مساعدة وأنا أدري بيك أنت ما تقصر. أتوصي رحيم أهم يشيل له مبلغ من المال يوديه لعائلة المسجون. أمرك عمي دلل اعتبر الموضوع منتهي. يلا أترخص. الله وياك. زين سويت إذا رديت عليهم راح تفتح جبهة وتروح بيها هواي الشباب. ناصر دمه فاير ويفكر بقلبه مو بعقله ودحام يريد يفتح حرب ويانا وهذا يصب بمصلحته مو بمصلحتنا ونوح واقف يراقب ايده بيد من يخليها فاذا ما تهورنا احنا ها فاقرا على هيبتنا واسمنا بسوق السلام. أنا أصلاً أريد هذا دحام يخبص. إيه وإحنا لازم نبقى هادئين تماماً نبقى هادئين وهذا هو أفضل رد على هذا دحام. بحسب المعلومات الأخيرة اللي وصلتني من مقدم عمار أكو شحنة كلش كبيرة جاية للعاصمة وهاي الشحنة هتغرق السوق. المهم بهاي المعلومة موارد هاي الشحنة شخص اسمه نوح. إذن دخل عندنا لاعب جديد بالقضية نوح. طبعا هاي المعلومة كان ما نقدر نوصل لها لولا الثقة اللي كسبها مقدم عمار وخلى السبع وابنه سند يسولفون كل شيء قدامه. بس المشكلة هذا نوح لحد هسه ما مقرر هاي الشحنه لمن تروح. السبع لو دحام. الخطوه الثانيه والمهمه بالعمليه واللي اقدر اعتبرها انجاز مهم قدر يسويه مقدم عمار. قدر يوصل الخيط من خيوط توزيع الكريستال ببغداد. السبع ليوزع الكريستال بالشتلات والسنادين. الشتلات والسنادين يروحون للمشاتل. بس القنبله اللي فجرها سند ومع الأسف أكو عناصر من القوات الأمنية متعاونين وياهم بالسيطرات يسهلون عبور الكريستال لبغداد. وين يروحون؟ نلزمهم ساعتها نفهمهم فهم. مستحيل أسمح لعنصر لعنصرين متواطئين يسيئون للمؤسسة الأمنية وتضحياتها. تقدر تتفضل. لايق عليك اللحية. شكرا سيدي. أكيد هسه كلكم تسألون شنو الخطوة الجاية. أولا قبل كل شيء كلش مهم عندنا سلامة مقدم عمار. ثانيا بعد أن تضحت عندنا كل خطوط القضية لازم نفكك هاي الخلية ابتداء من نوح والسبع ودحام. اما هذول الطراطير الصغار الموزعين فلا يشيلون هم لهم. هذول يوقعون واحد ورا الثاني مثل بولات الدومنة. شوكة ما غير يدخل يدنا عليهم. زين سيدي ما تتوقع انه هاي المعلومات ممكن تكون طعم حتى يتاكدون من ثقة مقدم عمار؟ يعني بصراحة ما اقدر اقول لك انا متاكد 100%
اسم حكم عملية السجن وعملية اختبار مقدم عمار بسالفة العبوة اللي خلوها بسيارة سند. خلت السبع ينعجب بي. السبع دائما قرب الاسباع من عنده. لذلك انعجب بمقدم عمار. اقصد بطه. زين شنو الخطوة الجاية سيدي؟ تركيز على البحث والتحري ببغداد. صار عندنا خيط كلش مهم اللي هو المشاتل. المشكلة مقدم عمار ما قدر يعرف بيا مشاتل يتم توزيع الكريستال. لذلك لو وصلنا لهاي المشاتل راح يكون انجاز كلش مهم بالقضية. زين سيدي اذا قدرنا نوصل لها نداهمها؟ غلط. اكبر غلط. اذا تداهمها اولا حتعرض العملية كلها للخطر. وحتعرض حياة مقدم عمار للخطر. وحتخليهم يأجلون توزيع الشحنة الكبيرة وحيغيرون كل خططهم. احنا ما مجبورين لهذا الشيء. المشاتل ندلهن نخليهم بغصب. وقت التنفيذ نداهمهم. المهم ساعدنا بضاعة كبيرة وغسل كبار. شو تقول صاحبي بعد هاي السالفة راح يبطل أو يرجع للشغل؟ والله ما أدري. يعني إذا يبطل وين يروح؟ إذا يرجع المحافظة ينكتل. هو مطلوب دم وطافر. وعنده أخوات اثنين يتيمات عاشت ويا مرت أبوه. وهو يصرف عليهن. يجوز ذول اللي رادوا يقتلوه مو جماعة مالك. يمكن اللي عندهم تاروا وياه. والله ما أدري شو صار للأخ هي. ما تعرف رجلها من حماها. أقول لك هذا نور صديقك وين صار؟ شو يوم يستحسن بروحه يستحسن؟ مو على أساس يجيب صديقه يشتغل ويانا؟ حتى نعوض نقص سعدون وإذا عنده بعد خليه يجيب. هي كلها قامت الجرجر. اليوم أشوفه. دوب أكو واحد هنا أول مرة يجينا شاكين بيه ليكون مكافحة. صحيح من هذا ودخلي جوا واخذ كل الغراض. ختيبة روح وراهن. أخذ الغراض واطفر، خاف كل شيء يصير. أقول لك هذا الولد شاكين بيه ليكون مكافحة. يا معودة مبين عليه ما عنده شيء وفقير. أنا شاطرة بقراءة الوجوه. لا كثير شاطرة بقراءة الوجوه. أنت على أساس سادس ابتدائي ما مخلصة. قراءة وجوه مرة واحدة. امشي نفضي المخزن. قال خليه يفضي ونجهز القتيبة. شوف شفت شلون الله خلصك من الموت؟ هذا كله بسبب دعاء الوالدة لأن انت هم خلصتني من الموت. خلصتني من الموت؟ ليش شنو هو الموت؟ ما راح يجي ياخذنا فد يوم؟ لك بابا الموت حق علينا بس مو بهاي الطريقة. استاذ سعدون قل لي شلون تتوقع مثلا موتتنا راح تكون؟ انت لو بس تعوف هاي السلبية. لك بابا أنا محضر لك فكرة مستوها على نار هادية. إيه؟ وشنو هي بلا فكرتك؟ تفضل. نطفر من العراق. وين نروح؟ من يلف فينا يا دولة بالله؟ بعدين تعرف كل زين. موضوع السفر مكلف كلش هواية. ما لك علاقة. اسحب سايد بريك واطبق. انت عندك بضاعه وتخلينا نطفر طفره في اي بي ونعيش عيشه ملوك. هاي امك المقروده خطيه. شنو راح تبقى هنا بوحدها؟ انت بس فكر بكلام زين وما لك علاقه بامي. انا راح اصرف لك البضاعه كلها ونطفر بدون ما حد يحس بينا. طب لتركيا، طب لليونان، طب غرقنا بالبحر. مع الأسف عليك صافي. أنا سعدون عندي جماعة هناك ينتظروننا ومستوينا الحش. أموت عليه افتهمني. Thank you.
شلونك حلاوة؟ رحيم؟ بخير صاير شي؟ يعني لازم يصير شي؟ نعم مو قصدي، بس قصدي يعني دائما أنا اللي أجيك. بالفترة الأخيرة أنا هواي صاير أحب أغير. كان عندي شغلة يم بيتك، قلت أجي نقعد بسولف شوية، بس الظاهر الوقت مو مناسب. أروح؟ لا بالعكس، البيت بيتك، تفضل. تفضل. مجرب الشاي الإنجليزي؟ جايب لي اياه مخصوص من لندن، متأكدة راح تحبه. خلي اسوي لك. خذ راحتك. اكيد طيب، ما دام من ايدك. بيتك حلو. ستايل. وراقي. هذا ذوقك حبيب قلب حلاوة. خليت لك شكر وسط حتى إذا مر تزيد الحلاوة. شاي حلاوة ما يحتاج حلاوة. الله عشق الطيب. عشقي هذا الشاي. أول شيء شكراً لين خليتيني أدخل البيت، وأنا ما قايل لك راح أجي. بيتك هذا؟ السبب الأول زيارتي حتى أوضح اللي صار ويا سكر، لين أعتقد أنت افتهمت الموضوع غلط. أو صح؟ أو سكر وصلت لك بشكل خطأ. سكر بالفترة الأخيرة صارت تخربط هواي، ما أعرف إذا أنت تدرين أو ما تدرين، بس هي خلي عينها عدو وتريد بأي طريقة تشتغلوا إياه بالقهوة لين تغار عليها من ميادة. أنا أقول أنا هم سألتني شنو علاقتك بالدب. مستحيل الدب ما يجي ببالي أصلاً. أدري، أعرف ما يجي ببالك، وقلت لها، قلت لها حلاوة راقية وما تدور غير بس الناس الراقين.
حبيب قلب حلاوة. تقدر أورث؟ طبعاً. نفس منك يخلي جقالة طعمها طيب. الله يجزاك الطيبة. السبب الثاني، سكر رجعت من عندك تسولف بيك وكلش فرحانة كانت. شو تقول؟ تقول حلاوة بيتها جنة والقعدة وياها من العمر وسوالفها ما تنمل. فأني قلت أجي أشوف هاي الجنة. إحنا ما أدري ليش قاعدين هاي القاعدة، ليش واحد بعيد عن الثاني؟ مع العلم العلاقة اللي بيناتنا مو هيك. شبيك رحيم؟ من زمان منتظر هاي اللحظة. شبيك رحيم؟ استرخي. ما يصير تسوي هيك. مو مسوي شيء. ما يصير تسوي هيك رحيم، وخر. استرخي وخلينا نعيش اللحظة. رحيم وخر. رحيم وخر! آسفة. آسفة. مو قصدي رحيم. آسفة. ما صار شيء. أنا بالفترة الأخيرة شوية تعبان. هذا موضوع سعدون وشغلة الصافي. حاسة بضغط بهاي الفترة. كل شيء ما صار هنا هسه. كل شيء ما صار. أنا آسفة، خاف أذيتك. ولا يهمك. خليني أروح. خابرت رحيم يقول رايح له الولد، مطيهم بفلوس. خطيه كلش فرحانين. عافيه عليكم، زين سويتوا. خطيه ذولا مساكين. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل طه، تفضل. عليك السلام. عليكم. اهلا. عليكم السلام. الله بالخير. الله بالخير ناصر. الله بالخير. شو اخبارك طه، امورك؟ الحمد لله، انت شلونك؟ الحمد لله ماشي. بيتك ان شاء الله ما ناقصه شيء. لا، كفيت ووفيت، كل شيء تمام. تمام. بسوي تليفون انا. مرخصتكم؟ مرخوص. مرخوص. شنو اليوم، ماكو ضيافه؟ اكيد بعيني. شاي لو قهوه؟ اريد قهوه من يدك الطيبه. يلا تم. واريد اشوف الفنجان. ليش المره قريت لي يا طببتيني للسجن، هسه وين توديني؟ قول يا الله. وطاها مقري للفنجان. ناخذ له فنجان، ليش لا؟ تشوف المضموم. فنجان؟ ليش تعرفين تقرين فنجان؟ نجرب، ليش لا؟ ولو ما عندي شيء مضموم نشوف. ميس.
شلونهم الولد؟ كلهم يسلمون عليك، بس انت تعرف رحيم ما يخلي واحد يزورك ويشوفك، يخاف عليهم. وانت شنو رحيم ما يقدر لك؟ عفت الشغل وياهم طردوني. ما علست عليهم فلوس؟ بس هالمرة كنت محتاج، لأن عملية أمه كلش غالية، يعني الفلوس ما راح نعلم عثرات. وشلون خلاك تعيش؟ وكفول الولد أو لا. يا ولد أصلاً بسرعة يبيعون الصاحب وقفله صافي. خطيه البارحة رموا عليه جماعة مالك وراد يموت، بس الله ستر. خو ما صار بشي صواب؟ لا لا الحمد لله، الله كتب له عمر جديد، يجوز لين وقفله بسالفة الفلوس وخلصنا من الموت، الله شقف عنا. صافي ذهب، صاحب الصاحب الوحيد اللي اعتمد عليه وأمنت على مرتي، بس شلون دبر الفلوس وهو وضع عاون اللي يشتغلن يدوب يكفن الفندق ويدز منهن كم فلس لإخوانه اليتامى؟ هو أنا هذا الموضوع اللي جايك عليه أسمر، قلت خاف يوصل لك الحكي من غيري، جيت أستوي الحكي وأروح. يا حكي أحكي. صافي. شبيه؟ حتى يدبر لي الفلوس باع سيارتك. أقول لك فراس، يما ما عندك هدوم مسخة؟ ما أدري أنت شوفي. أقول لك وليدي، أنت راح تظل قاعد بالبيت. لعد وين أروح؟ وشنو لعد وين أروح؟ يا أبني دور لك شغل. أدري فكر بي، أقول أمي مريضة، حتى رقبتي منها راح يصير بيها سوافا من قد ما ألف كبة. مصي جماعة مصيهم. أقول لك شبيك يما، شو تحولتني رايح جاي، شكو صاير بيك؟ صداع لازم من البارحة. صداع؟ ياخذ لك حباية هسه صار راسك زين. ما يفيد، الألم يزيد كلش. يما يشبيك انت ليش تعاند؟ ادري خذ لك حبايتين حالك حال الناس. انت كل حكايه قلت لي عاند، انا اطلع احسن لي. هذا شبيه الولد؟ صدى علي يا خالتي، حالتها حالة، كل يوم وضعها دا يتدهور، شايلة همك ومقهورة عليك كلش. الله يشافيها ديل، الله يخليك، دير بالك عليها ولا تعوفيها أبد. انت تحكي كأنه انت ما تعرفني، تعرف كل زين انه انا ما راح اسويها. صح انا اهلي دي ضغطون عليها هواية حتى ارجع يومهم، بس مستحيل اسويها. بس مر بيك شيء كأنه تريد تقول شيء؟ انت ما تريدين تقولين شيء انا ما اعرفه؟ مثل شنو؟ مثل بيعة السيارة وفلوس اللي اندفعت الرحيل حتى ساعدون ما يموت. اسمر اني انت ضميتي علي، عبالي كان هنا وما اعرف شنو يصير برا. مو هيك السالفة يا عيني، اني مرضت ضوجك، بعدين صافي تصرف بكيفه والحمد لله السيارة ورجع. السيارة يطبها مرض، ما احكي على السيارة، اللي مضوجني انت ضميتي علي وسمعت من غيرك. واني اللي مرضت ضوجك، فدوى العينك لتكبر الموضوع. الموضوع كبير من قاعه هديل، انا ماكل تبن هنا وما اريد اضوج وانقهر، لا تتصرفين تصرفات تخليني ازعل، ترى اذا ازعل ما يلزمني هذا السجن. اهدى، تمام، اهدى، اللي تريد راح يصير، بس على كيفك انت مو بحال هاي المواضيع هسه. حاضر. عافية ميادة، عافية بابا. الله يخليك له نص غرام. زين حتى لو فص واحد. فراس 27. ترى انت صرت مدمن وما عندك فلوس. لا تورطنا الله يخليك. لا شو اسوي؟ والله العظيم راح اموت. المسكين دل نفسه على غرام وما عنده فلوس. ونورس يد علي. هلا نورس بيقنعه يجي يشتغل معنا. خطية، جت رجله لهذا الدرب. حبيبتي إذا ما كانوا رجلين وجايبينه قصدني. عندك خيارين، بس لازم تسمع الكلام وتصير حباب. بخدمتك، من ايدك هاي لايدك هاي. اول خيار سلم نفسك وتتعالج. انت ايش تحكي؟ لو موت ما راح اسلم نفسي. قاعد اشتغل حالك حال الناس، وتعال خذ منه مثل العبريه. نورس وين اشتغل؟
والله العظيم صعب ان شاء الله هالوقت. اشتغل عندي؟ صدق؟ لك بابا، اول شيء مزاجك طالع على صفا، وثاني شيء جيبك مليان فلوس، وثالث شيء راح يصير من عندنا وبين، لان الخيارين قدامك، ما يعجبك الله وياك. تمام، اعتبر اني اشتغلت وياك. ايه هذا فرفر اللي اعرفه. ليش بابا مياده نرجيله؟ شنو؟ علش 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 وقلاص شاي على السريع. وبهاي المناسبه حتى لا تقول اقصر وياك، هذا عربون الاحلى فرفر بالعالم. بس تخيل فواز راح يتزوج. والعبي هيا وسمرة، العبي هيا وسمرة، عايش تريد راح تتزوج. بالله بشرفك. هسه هذا منظر واحد راح يتزوج قاعد يتشيس. بالله ايش تحكي وياه؟ يا بدعو فخري حل الخبزته. لك بابا قوم قوم روح حضر اشياك امورك. لك سوي حمال باكر. سند اوف علي. انا فهم الدرس. هسه هو مو يحكي هيك؟ دخل لروح هسه خمس دقائق ويقصني واقول له هاولك عفتني ورحيت ظليت تنس وبعدك ما متزوج صاحبه اعرفه. القوة والله حيلك. هلا ناصر. هلا قوة حيلك. هلا شباب شلون الشغل؟ الحمد لله. المرة اللي فاتت امين اشتكى يقول اكو نقص بالاكياس شوية فانتبهوا على الميزان. خلي تشيك الميزان ما تخاف فيه مشكلة. احنا ميزاننا مضبوط وما يقبل غلط. ما يخالف. من يستلم هالمرة اوقفه فوق راسه وخلوه يوزن. صدق ناصر. قول. من راح يطلع بالحمل هالمرة؟ عمي ناصر فدوى اروح لك. هالمرة عفيني. ذيك المرة مو انا طلعت. خلي هالمرة يطلع فلاح ومدلول. شنو المشكلة؟ اطلع هالمرة وبعد 100 مرة، انا بخدمة عمي ناصر والسبب. ما تقصر فلاح، عافية. عفوا هذا الموضوع انا احله باكر. يا بدا دايخين انا اطلع. الوجه الثاني من الدنيا عالم ثاني ومضمون شكم ظالم بيبا يا روحي وشكم واحد بي مظلوم بابا ومنظر هيدمر واحد ياكل بالثاني صعب المشهد من يتكرر ناس تعيش وناس تعاني غابة ومنظر يدمر واحد ياكل بالثاني صعب المشهد من يتكرر ناس تعيش وناس تعاني كلش مو حلوة الصورة سودة وما بيها الوان كل الصعبة تعيش وتمشي كل الصعبة تصير إنسان نتعارك على مود الدنيا وهي مو أكثر من يوم غردنا وظلت تختانة صورناها راح تدوم الوجه الثاني من الدنيا عالم ثاني ومضمون شفنا وياها انواع اشكال بس الوجه الثاني البيها شوفنا اشياء ما تنقال مشهد صعب من الثاني تحتار تباوى يا مشهد صورة وصعبة تباوع بيها طاق بيها اللون الاسود ما يصح الا صاحب
رجل ثاني من الدنيا عالم ثاني.